الحوار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يدور حول ملفات عالقة ومتراكمة منذ سنوات. الحوار الحالي بدأ منذ تولي مصطفى كاظمي رئاسة الوزراء، حيث كانت الجولة الرابعة من الحوار مع فنيين وخبراء لمعظم الملفات. ملف الطاقة الذي يتعلق بالنفط والموازنة وحصة الإقليم كان أبرز ملفات الحوار. اهتمام جدي من إدارة مصطفى كاظمي ورئاسة الحكومة في أربيل من أجل حل الإشكاليات وتجاوزها. الحكومة الاتحادية تشترط تسليم جميع إيرادات إقليم كردستان ومنها النفط والضرائب وغيرها مقابل منحها مبلغ 453 مليار دينار شهرياً، إضافة إلى انسحاب البيشمركة من باقي الأراضي ذات الاهتمام المشترك في مثلث بيشخابور، وكذلك إخضاع إدارة معبر إبراهيم الخليل للسلطة الاتحادية الفعلية.